صباح الخير. صباح الخير شباب وصبايا. صباح الورد دكتورة. طيب اليوم رح نبدأ نشرح عن الاندوكراين سيستم. قبل ما نشرح عن الاندوكراين سيستم بدي طبعا الطلاب اللي مش موجودين هون ما رح يعرفوا كيف رح يحلوا الواجب اللي نازلكم وممكن يوقعوا مشاكل كثير، فالرجاء بدي اياكم تركزوا معي. الواجب اللي رح نازلكم اياه هو عن الكواجيوليشن موديفاير ادراج تشابتر اللي كان بالكارديو فاسكولار سيستم اللي هي الادويه اللي بتتحكم بعمليه تجلطات الدم. الواجب شكله يعني رح يكون عندكم سؤال وخيارات. مجرد ما تفوت الواجب ما يعني اذا طلعت منه خلص بنحط لك بس عدد الاسئله اللي جاوبتها، يعني كيف زي نظام الامتحان. فانت مجرد ما بتدخل على الواجب لازم تكمل حل كل الاسئله. اوكي، الواجب كثير سهل، كل الاسئله الموجوده فيه من شابتر الكواجوليشن موديفاير دراج اللي موجود بالكارديو فاسكولار سيستم. مجرد ما تدخل على الواجب ما راح يكون معك غير بحدود الساعتين، بعد الساعتين ما راح تقدر تحل اي شيء جوا الواجب، ومجرد ما تفوتوا على الواجب بدكم تحلوا كل الاسئله، ما تطلعوا قبل ما تحلوا كل الاسئله، اذا طلعتوا بتروح عليكم الاسئله الثانيه. واضح؟ طب دكتورة هم كم سؤال تقريبا؟ هم 10، كل واحد بنص علامة فرح يطلعوا 5 علامات. تمام دكتورة إن شاء الله. إن شاء الله كثير سهل، يعني أنا بحكي لكم عشان هيك ما تضيعوا عليكم اللي بالخلبطة بتفوتوا عليه أو بتكونوا دارسين الكواجيوليشن موديفاير دراج بالأول تشابتر، تمسكوا الواجب بكون مقبالكم زي الكويز، يعني كل سؤال فيه له 3 خيارات او 4 بس المعظم 3 بتختاروا وبس. بس هي بحكي لكم اللي بفوت ما يطلع قبل ما يكمل حل كل الاسئله، مجرد ما تطلع خلص ما راح تقدر ترجع مره ثانيه تفوت وتحل الواجب. واضح؟ طبعا انا متاكد انه في كثير طلاب من الموجود حاليا يعني هم بس مسجلين دخول ولا سامعين ايش من اللي انا بحكي، فبدي اياكم تنتبهوا وانتم بتحلوا الواجب. ماشي؟ تمام طيب. دكتور ان شاء الله ان شاء الله. طيب حرام عليكم يروح عليكم الواجب، كثير سهل وبحكي لكم لا تدوروا بنت ولا من الشابتر اللي معاكم تقدروا انكم تحلوا. طيب رح نبدا اليوم نشرح على الاندوكراين سيستم. أول مجموعة رح نحكي عنها من الإندوكراين سيستم هي drug affecting the endocrine system، أو آسف خلينا نحكي أول إشي عن الثايرويد، الثايرويد جلاند. طيب لما نحكي عن الاندوكراين سيستم يعني احنا بنحكي عن جهاز الغدد الصماء. بهذا الشابتر رح نشرح عن الثايرويد جلاند، رح نشرح عن الادرينال جلاند وعن مرض الدي ام اللي له علاقه بالبنكرياس. فاول مجموعه رح نشرح عنهم اللي هم الثايرويد اند انتي ثايرويد ادرج. طبعا الثايرويد جلاند لو سمحتوا ممكن تعملوا ميوت من عندكم الاصوات. لما بحكي عن الثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند هي الغدة الدرقية، وكلنا بنعرف ان الغدة الدرقية موقعها موجود على يعني منطقة الرقبة. الثايرويد ديس اوردر المشاكل اللي بتصيب الغدة الدرقية ممكن يكون في اما زيادة بإفراز الغدة الدرقية او نقصان بإفراز الغدة الدرقية. أول disorder اللي هو الهايبرثايرويديزم، اسمه هايبر هو بتفرز عندي هرمون الغدة الدرقية بشكل كبير. المشكلة الثانية ممكن تواجه الأشخاص اللي هي الهايبوثايرويديزم، هايبوثايرويديزم بكون عندي نقصان بإفراز الغدة الدرقية. طب موقع الثايرويد جلاند من الفرونت فيو يعني من المنظر الأمامي بنشوف هاي الثايرويد جلاند هون موقعها بتيجي على المنطقة هاي التراكيا. اوكي، وهي بتيجي بالمنطقة العلوية من التراكيا. طبعا هون من السايد فيو من الصورة الجانبية،
وعندي هون في عندي غدة بنسميها الباراثايرويد جلاند، احنا ما راح نشرح عنها، اخذتوا عنها بالباثو بالفسيولوجي. طيب شو هم الهرمونات اللي بتفرزهم الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية بتفرز هرمون الثايروكسين مختصره بتي 4 والتراي ايودو ثايرونين مختصره بتي 3. التي 4 والتي 3 بيتم انتاجنا عن طريق اني بعمل ايوداينيشن، يعني بضيف يود لامينو اسيد اسمه التايروسين. فانا عملية تصنيع الثايرويد هرمون بتتم انه بكون عندي امينو اسيد اللي هو التايروسين ومر علينا بالبيوكيم، بعمله ايوداينيشن بضيف له ايودين فبينتج عندي الثايرويد هرمون. عشان هيك عملية تصنيع الثايرويد هرمون تحتاج يود، وهذا اليود أنا فعلياً بحصل عليه من الدايت. عشان هيك بحكينا the iodide needed for this process is acquired from the diet، يعني الطريقة اللي بحصل فيها على اليود عشان أصنع هرمون الغدة الدرقية هي من الدايت. طب شو وظائف الثايرويد هرمون؟ لازم نعرف بشكل أساسي إنه هرمونات الغدة الدرقية وظيفتها هي regulation of metabolism، تتحكم أو بتنظم عمليات الأيض جوا الجسم. طيب لما بعمل اللاب تيست، لما باخذ عينة الدم وبفحص تركيز الغدة الدرقية بالدم عند الأشخاص، أنا فعلياً عادة بفحصه للتي اس 4 اللي هو الثايرويد ستيمولاتينج هرمون. هذا الهرمون بيتم إفرازه من الغدة النخامية، بينفرز من الغدة النخامية الأمامية وبروح على الغدة الدرقية وبحفزها إنها تفرز هرمون الثايرويد هرمون، وبقيس لفري تي 4. وعند بعض الناس كمان ممكن أقيس الأنتي بدي الأجسام المضادة. أنا بهمني هذول القيمتين، the normal range للTSH اللي هو الثايرويد ستيمولاتينج هرمون يكون بين 0.5 لـ 2.5 ملي يونت بير لتر، والفري تي 4 تكون بين 0.7 لـ 1.9 نانوغرام بير دلتا. طبعا أنتم معكوش حفظهم، فقط للعلم عشان تعرفوا إحنا شو بنشرح. فعشان هيك إذا كان الفري تي 4 أقل من 0.7 بنحكي على شخص إنه عنده هايبوثايرويديزم، إذا كان عنده أكثر من 1.9 بنحكي عنه هايبرثايرويديزم. طب كيف بيتم تصنيع الثايرويد هرمون؟ أنا هون عندي البلازما الدم، وهاي الثايرويد سيلز، وهون الكولويد اللي هي بتكون هاي كمان جوا الثايرويد سيلز. اللي بيصير انه هون في عندي حكينا امينو اسيد اللي هو اسمه التايروسين، هذا التايروسين بيكون موجود على مركب اسمه الثايروغلوبولين. اول خطوه بتصير انه بصير في عندي ابتيك اوف ايودايد ايون، يعني انا بكون عندي هذا الايودايد ايون بكون على شكل اي ماينس موجود بالبلازما، بصير له ابتيك بناخده وبفوت لجوا اللهم سيدنا محمد لجوا الثايرويد سيلز، وبنضاف اليود على الثايروغلوبولين على التايروسين، وبتتم عدة بروسس حتى بالنهاية يطلع عند التي 4 والتي 3. فأنا بدي أكم تعرفوا فقط أنه إحنا نعمل أيودايشن بضيف يود للتايروسين اللي موجودة على الثايروغلوبولين، وحكينا هذا اليود مصدره من الدايت. طب كيف بيتم عملية تنظيم لتصنيع الثايرويد هرمون؟ إذا بتتذكروا من الفسيولوجي كان في عندي إشي بنسميه الهايبوثلاميك بتويتري ثايرويد أكسس. الهايبوثلاميك اللي هي الغدة تحت النخ الغدة تحت المهاد، البتويتري الغدة النخامية، والثايرويد اللي هي الغدة الدرقية. فبنبدأ من فوق، هون كان عندي الهايبوثلاماس اللي هي الغدة تحت المهاد، هون البتويتري جلاند اللي هي الغدة النخامية، وهون عندي الثايرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية. اللي بيصير التالي انه الغدة الهايبوثلاماس بتفرز هرمون اسمه الثايرويد ريليزنج هرمون، تي ار اتش اختصار ثايرويد ريليزنج هرمون. هذا الهرمون بروح وبحفز الغدة البتويتري جلاند الغدة النخامية انها تفرز ثايرويد ستيمولاتينج هرمون. الثايرويد ستيمولاتينج هرمون هذا بروح بحفز الثايرويد جلاند انها تفرز تي 4 اند تي 3. التي 4 والتي 3 بيعمل تغذية راجعة او بنسميها نيجاتيف فيدباك، بروح بيثبطن الهايبوثلاماس وبيثبطن البيتويتري، لانه وجودهم بالجسم زي كانه بيحكي للثايرويد هرمون للهايبوثلاماس والبيتويتري جلاند وقفوا افراز هرموناتكم لانه انا تركيزي بالجسم عالي.
طبعا هذا الاكسس لازم نعرفه لانه رح نشوف هسه بعد بعض المشاكل اللي بتصيب الغده النخاميه بيكون مش سببها الغده الدرقيه، بيكون سببها يا اما البيتوتري جلاند يا اما الهايبوثالامس. فالتي ار اتش بينفرز من الهايبوثالامس بحفز البيتوتري جلاند تفرز التي اس اتش، والتي اس اتش بيروح بحفز الثايرويد جلاند. فإذا أول disorder رح نحكي عنه اللي هو الهايبوثيرويديزم، وحكينا هون بيكون في عندي lack of a sufficient level of thyroid hormone to maintain a normal metabolism، يعني ما بيكون عندي كمية كافية من الثايرويد هرمون. هاي الهايبوثيرويديزم ممكن تتكون عند الشخص لعدة أسباب. أول إشي ممكن بسبب the absence of the thyroid gland، يعني شخص أصلا بنولد وممكن يجي ما عنده الغدة الدرقية، أو lack of sufficient iodine in the diet، يعني ما بيأخذ دايت غنية باليود، أو هذا الشخص عنده tumor or autoimmune disorder، عنده مرض مناعي ذاتي، أو هذا الشخص ما عنده thyroid stimulating hormone لأنه في عندي مشكلة بالغدة النخامية بالبتوتري. فإذا ما عندي thyroid stimulating hormone ما راح تتحفز الغدة الدرقية إنها تفرز الثايرويد هرمون. أو بكون في عندي مشكلة بالهايبوثالامس، فالهايبوثالامس ما بتفرز الثايرويد ريليزينج هرمون. في عندي كيس بنحكي عنها الكريتينيزم. شو هي الكريتينيزم؟ هاي بتصيب children who are born without a thyroid gland or who have a non-functioning gland. الكريتينيزم هي حالة بصير عند الأطفال اللي بنولدوا ما عندهم غدة درقية أو عندهم gland لكنها non-functioning ما بتشتغل. إذا ما عالجت هاي المشكلة هذول الأطفال رح يصير عندهم poor growth and development، ممكن يصير عندهم كمان mental retardation. عدا عشان هيك من أهم الفحوصات اللي بعملوها للنيوبورن اللي بنولده تقريبا بعد أسبوع لعشر أيام من ولادتهم اللي هو الثايرويد هرمون. ثاني كيس بدي أسألك سؤال. تفضلي. هسا ممكن نقص في هرمون الغدة الدرقية يسبب مشكلة في الأعصاب؟ ممكن، لانه اصلا الثايرويد هرمون التارجت بنسميه التارجت اورجان لانهم اللي هم من ضمنهم السنترال نيرفس سيستم، فممكن يعمل مشكله بالاعصاب. يعني الشخص ببطل يقدر انه يمشي توصل لهاي المرحله نادرا جدا، لانه بالعاده هي بتكون يعني بيعالجوهم هذول الاشخاص عاده، بس فعلا ممكن يعمل خلل بالاعصاب لانه اصلا بيعمل بور جروث، يعني بيعمل مشكله بالنمو كلها بشكل كامل من ضمنها الاعصاب، فممكن الشخص فعليا اعصابه ما تنمو بشكل كويس وتاثر على قدراته الحركيه. اوكي تمام دكتوره. طب ثاني كيس، بس هاي بتصير عند الأدلت، عند الكبار. الكريتينيزم حكينا بصير عند الأطفال. المكسديما هي عبارة عن سيفير أدلت هايبوثايرويديزم، يعني بتصير عند الكبار بالعمر. بالعادة هاي بتصير، أو مش بالكبار، أسف، عند الأدلت الناضجين يعني. بالعادة هاي الحالة بتتطور بشكل جراديولي، بشكل تدريجي، خلال ما الثايرويد جلاند قاعدة بشكل بطيء بتفقد وظائفها. من شو بيعانوا هذول الأشخاص؟ بصير في عندهم loss of eye paro hair اللي يعني الشعر تبع الحواجب بصير يوقع، thinning hair يعني الشعر كله كمان بيضعف، بصير عندي puffy face الخدود أو الوجه يعني كأنه بينفخ، كمان thyroid gland بصير لها enlargement بتكبر، السكن بصير على شكل thickened يعني بتزيد سمكه، وممكن الشخص يصير عنده bradycardia ويصير عنده poor appetite. طب هلا في عندي ايش نسميه الجويتر. الجويتر هو عبارة عن enlargement of the thyroid gland result from the overstimulation by elevated level of TSH. شو المقصود فيها؟ هلا احنا قبل شوي حكينا انه الغدة الدرقية حتتفرز الثايرويد هرمون، بيصير لها تحفيز عن طريق الثايرويد stimulating هرمون اللي بينفرز من الغدة النخامية. طيب اذا الغدة الدرقية فيها مشكلة ومش قاعدة بتفرز الثايرويد هرمون، إذا الثايرويد هرمون تركيزه بالجسم قليل،
فالغدة النخامية اللي بتوتر جلاند بتفهم انه انا الجسم ما فيه غدة درقية، فلازم احفزها انها تفرز هرمون الغدة الدرقية. فبتروح النخامية شو بتفرز؟ التي اس اتش. التي اس اتش بتروح بتعمل استيميوليشن تحفيز الغدة الدرقية، لكن الغدة الدرقية اصلا هي مش قادرة تفرز ايش؟ الثايرويد هرمون. بترجع البتويتر جلاند تفرز تي اس اتش. كل ما بتفرز البتويتر جلاند تي اس اتش وبتروح عند الغدة النخامية على الغدة الدرقية، انا بعمل استيميوليشن بحفز الغدة الدرقية، وهون بيصير لها انلارجمنت، بيزيد حجمها على الوضع الطبيعي. فانا هذا الخط الاسود اللي هون هاي النورمال ثايرويد جلاند، هون كيف صار لها انلارجمنت، كيف كبرت بالجويتر، هو الانلارج ثايرويد جلاند. عشان هيك عادة لما الشخص بيروح على الدكتور الغدة، على الدكتور الغدة الصماء وبشكيله مثلا، او بحس انه او الدكتور بشك انه عنده هايبوثايرويدزم، بيروح الدكتور بفحص بحط ايده عند رقبته عشان يشوف هل الغدة متضخمة ولا لا. فسبب الجويتر انه بيكون في عندي اوفر ستيميوليشن تحفيز زيادة للغدة الدرقية عن طريق الثايرويد ستيميوليتينج هرمون. طب الناس اللي عندهم هايبوثايرويدزم شو بيعانوا؟ بصير عندهم thickened skin، حكينا hair loss، constipation، lethargy and anorexia. فهاي الأعراض اللي بيعانوا منها طبعا بصيروا intolerant to cold، يعني بصيروا ما بتحملوا البرد، دائما بردانين، وكمان بصير عندهم weight gain، زيادة بالوزن. وعند الفيميل كمان ممكن تتأثر الدورة الشهرية، أوكي؟ يعني بصير مثلا تتقطع او انها تغيب الى اخره. طب اذا كان في عندي ام حامل وكان عندها هايبوثايرويدزم، انها نقصان بغدة الدرقية، لازم اعالج هاي الام واعطيها الدواء. فالتريتمنت اوف هايبوثايرويدزم شد كونتينيو دورينج بريجننسي، لازم علاج الهايبوثايرويدزم يستمر خلال الحمل. طبعا ليش؟ لانه اذا الام الحامل ما تعالجت للهايبوثايرويدزم ممكن يصير عندي فيتال جروث ريتارديشن، يعني ممكن تمو الطفل الطبيعي يصير فيه خلل. ممكن الام الحامل اذا كان عندها هايبوثايرويدزم وما تعالجت يصير اصلا مسكرج، يعني انه ايش؟ يصير اجهاض للجنين. او ممكن يصير عندي بوست بارتم هيمورهيج، يعني يصير عندنا نزيف بعد الولاده، او بريماتشور ديليفري، تولد بشكل مبكر، او نصير عندي نيوناتال ريسبيراتوري ديستريس، او اصلا كل الديفلوبمنت التطور الطبيعي للطفل يصير فيه مشكله. واصلا في نساء ممكن مثلا لما بتاخر عندهم الحمل احد الفحوصات اللي بيعملهم اياها اللي هي الثايرويد جلاند هرمون، لانه اذا كان عندها تي اس اتش ليفل بقيمه معينه ممكن تمنع حدوث الحمل، اوكي؟ فمن الهرمونات اللي بيعملوها للنساء اللي عندهم مشاكل بالحمل اللي هي الثايرويد ستيمولات، او اللي هي الثايرويد هرمون، من ضمنها الثايرويد ستيمولاتينج هرمون والفري تي 4. طبعا بدي اعالج الهايبوثايرويدزم، شو الهدف؟ زي مرض السكر، الهدف اني اعمل ريبليسمنت اوف ذا ميسنج هرمون، يعني بدي اعطي هرمون بديل للثايرويد هرمون. كمان اعمل ريليفنج للسيمتومز، اشيل اعراض واتشيف ستيبل بايو كيميكال ايوثايرويد ستيت، يعني احصل على وضع مستقر من الثايرويد هرمون بالجسم. فالهايبوثايرويدزم از تريتد وذ ريبليسمنت ثايرويد هرمون ثيرابي، يعني دائما علاج الهايبوثايرويدزم اني اعمل ريبليسمنت، اعوض الثايرويد هرمون اللي مش موجود بالجسم. الثايرويد ريبليسمنت دراج، في عندي الناتشورال ثايرويد هرمون اللي هو الثايرويد، وعندي السينثيتك ثايرويد المصنعه زي الليبوثايروكسين والليوثايرونين اند الليوتريكس. كل هاي الادويه بتشتغل بالضبط زي ما بيشتغل الثايرويد هرمون اللي اصلا بفرزه الجسم وبيأثر على وظائف الجسم المختلفه، لكن اكثر دواء بنستخدمه هو المفضل اللي هو الليبوثايروكسين. طبعا هذا الجدول مش معنا حفظ، لكن نعرف انه هاي الثايرويد بريبريشن الادويه زي الليبوثايروكسين وحكينا هو اكثر واحد يستخدم. في عندي الليوثايرونين، عندي الثايرويد اللي هو الناتشورال، عندي الليوتريكس، بس حكينا احنا اكثر شيء بنستخدمه اللي هو الليبوثايروكسين، هو سينثيتك مصنع. طب الثايرويد ادراج
متى ممنوع أعطيهم أو الثيرويد ريبليسمنت هرمون؟ بحال في عندي دراج أليرجي، عندي ريسنت مايوكارديال إنفراكشن، أو طبعاً إذا الشخص عنده هايبر ثيرويدزم. الأعراض الجانبية لهاي الأدوية ممكن الشخص يصير عنده كاردياك ديس أرثمية، وهي إذا مش سيجنفكنت أدفيرس إفكت، يعني أكثر أدفيرس إفكت خطير ومهتم فيه. بعض الناس ممكن يصير عندهم ثيرويد هرمون توكسيستي، يعني يأخذ جرعة عالية من الثيرويد هرمون. هذول شو بصير عندهم أعراض؟ بصير عندهم نيرفسنس، هارت بالبيتيشن، انتوليرانس تو هيت، بطلوا يتحملوا الحرارة، وممكن يصير عندهم ويتلوس، يعني زي كأنه بصير عندهم أعراض الهايبر ثيرويدزم. طب بالنسبة للليفوثيروكسين اللي حكينا هو إز ذا بريفيرد المفضل، بينعطى مرة واحدة باليوم لأنه هو بلونج هاف لايف، يعني الهاف لايف له طويلة. عادة بينعطى بالصبح قبل نص ساعة لساعة من الأكل. طبعا ليش؟ لأن الطعام بيأثر على الأبزورشن، بيأثر على امتصاص الدواء. عشان هيك احنا عادة نحكي للناس اللي بياخذوهم انه لما تصحى على الفجر تصلي صلاة الفجر خذ حبة الدواء. الليفوثيروكسين موجود على شكل اورال اند بيرنترال فورم، والستيدي ستيت بحققه خلال 6 8 اسابيع. ولازم نعرف معلومة مهمة جدا انه هو سيف ديورينج بريجننسي، وبالعكس حكينا اذا كان في عندي بريجننت وومن وعندها هايبوثيرويديزم لازم تاخذ الدواء، واصلا بصيروا كل 3 اشهر من شهرين لثلاث حتى من شهر ونص، يعني كل 6 أسابيع بضل خلال الحمل بضل يفحصوا لها الثيرويد هرمون بالجسم، والجرعة بتصير تزيد خلال الحمل. لازم أحكي للمريض don't switch brand without physician approval. شو يعني don't switch brand؟ يعني ما مثلا أنت بتأخذ ليفوثيروكسين تحت اسم تجاري معين، ما تروح تغيره لاسم تجاري ثاني بدون ما الدكتور هو يحكي لك. يعني مجرد تأخذ دواء معين تحت علامة تجارية معينة لازم يضلك مستمر فيها. طبعا لازم المريض بهاي الحالة إذا بأخذ OTC medication ما يأخذها غير تخبر الدكتور، وإذا بحس أي إشي غريب من الأعراض لبهارت palpitation كمان لازم يخبر الدكتور. وكمان لازم أحكي للمريض إنه therapeutic effect التأثير العلاجي لهذا الدواء بده several weeks عدة أسابيع حتى يحصل عندي. طبعا عادة المرضى اللي بيكون عندهم هايبوثيرويديزم بعطيهم الثيرويد هرمون، بعمل ادجستمنت للدوز، بضلني اعدل الدوز كل 4 اسابيع حتى احصل على تي اس اتش ات ذا لوور اند اوف ذا نورمال رينج. طب شو الانتر اكشن للليفوثيروكسين؟ مين اللي بيحكي لنا ماي انهانس ذا اكتيفيتي اوف اورال انتي كواجولانت؟ انتي كواجولانت هي الادويه ضد التجلط، فممكن عطائهم الليفوثيروكسين ممكن يزيد من الاكتيفيتي لهاي الأدوية، وممكن كمان هاي الأدوية الليفوثيروكسين يقلل من السيرم ديجيتاليس ليفل زي الديجوكسين. وديابيتيك بيشنت إذا بياخذوا الليفوثيروكسين مع الأورال هايبوغلايسيميك دراج اللي هن الأدوية السكر بتتاخذ عن طريق الفم، ممكن يحتاج جرعات أعلى من الهايبوغلايسيميك إدراج، يعني ممكن يحتاج جرعات أعلى من أدوية السكري. بالنسبة للهايبرثيرويديزم، وهي الثيرويديزم بمجتمعاتنا أكثر من الهايبرثيرويديزم. طبعا هون بيكون عندي إفراز زيادة من الثيرويد هرمون، وهون لازم نحكي عن مرض اسمه الجرافيز ديزيز. The Graves disease هو autoimmune problem is the most common cause of hyperthyroidism. بالGraves disease بيكون في عندي enlargement، بتكون الغدة الدرقية متضخمة. لما بتكون متضخمة بتصير تفرز thyroid hormone بشكل كبير. فالGraves disease هو طبعا هذول الناس صاروا يعانوا من التريمور، ما صار يمو. تفضل. الصوت بيقطع يا دكتورة. أنت صوتك بيقطع عندي كمان.
الصوت بيقطع عندك؟ آه آه. طب شباب صبايا مين عنده نفس المشكلة؟ أنا المشكلة عندي ولا ما عندي؟ طيب لحظة شوي خليكم شوي. لسه هون مبين النت صاير ايه؟ لسه الشاشة عندي مبين الليفوثايروكسين، ما راح الهايبر ثايروكسين. طيب احنا مشينا كثير عن الليفوثايروكسين. طب بس لحظة شوي استنوا علي. اصلا انا الشاشة كلها دكتورة مش مبينة عندي. شباب كيف الصوت عندكم؟ هيك تمام. الصورة مو واضحة. الصورة مو واضحة؟ لا. طيب السلايدات هيك تغير قدامكم؟ تمام. طيب بس لأنه شكله يعني غيرت طريقة شرك النت، في مشكلة بالنت هالأيام. طيب ثاني مشكلة حكينا، خلينا نعيد هذا السلايد. بنحكي عنه عن الهايبر ثايرويديزم اللي هو اكسسيف اماونت اوف ثايرويد هرمون، يعني بيكون زيادة بإفراز الثايرويد هرمون. وحكينا أهم مشكلة بسبب الهايبر ثايرويديزم هي الجريفز ديزيز. الجريفز ديزيز هو عبارة عن اوتو اميون بروبلم، يعني هي مشكلة مناعية ذاتية بيكون الغدة النخامية منتفخة، الغدة الدرقية منتفخة وبصير تفرز ثايرويد هرمون بشكل كبير. الأشخاص اللي عندهم هايبر ثايرويديزم ممكن يمروا بمشكلة بنحكي عنها الثايرويد ستورم أو الثايرويد كرايسيس. هذول الناس بيكون عندهم سيفير اند بوتنشالي لايف ثريتنج اكستربيشن اوف ذا سيمبتومز اوف هايبر ثايرويديزم. بالعادة هاي الحالة بتصير بسبب إنه الشخص صار عنده ستريس، يعني تعرض لموقف توتر، أو صار عنده إنفكشن، يعني صار عنده التهاب بكتيري التهاب فيروسي، فبصير عندهم هاي ثايرويد ستورم. فثايرويد ستورم هذول الناس بيكون عندهم زيادة بإفراز الغدد الدرقية بشكل كبير، السيمتومز صارت تحدث بشكل سيفير، وحكينا ممكن كمان تكون لايف ثريتنينج، مهددة للحياة. طب الأعراض اللي بيعانوا منها اللي عندهم هايبرثايرويديزم ممكن عندهم تقريبا نفس أعراض الهايبوثايرويديزم، بصير عندهم sleep disorder، هون بصير عندهم heat intolerance، هنا كانت cold intolerance، بصير عندهم palpitation، هنا كان بصير bradycardia، بصير عندي nervousness، بتزيد الأبيتايت، وبصير في عندي flushing. فهي أعراض الهايبر ثايرويديزم حكينا. كمان بصير عندي ويت لوس، بس عندي مسلز ويستينج، ممكن يصير في عندي بريست انلارجمنت، بصير عندي تاكي كارديا، يعني حكيت لكم عكس اللي بصيروا بالهايبر ثايرويديزم.
كمان الناس اللي عندهم هايبرثايرويديزم ممكن يصير عندهم إشي بنسميه هاي ثايرويد أوفثالموباثي. أوفثالموباثي بدي أكم تعرفوا اللي هو جحوظ العين، يعني هاي ما بدي أكم مصطلحات، لكن بنشوف إنه العين البياض كلها صارت إيش مالها لبرا، الآيلد الجفن هذا بتحس زي غرز لجوا زي صغر، والعيون صارت بارزة لبرا، فهاي من أعراض الهايبرثايرويديزم. هون عندها بيكون إيش سيفير، كثير صار عندها جحوظ بشكل كبير. كمان ممكن يصير في عندي من أثار الهايبرثايرويديزم على الجلد ديرموباثي، بصير الجلد عليه pink and skin colored papules، بصير هاي البابيول زي الحبيبات لونها زي الزهري، وبصير في عندي plaques on the skin. وممكن كمان يأثر على الأظافر، وبهاي الحالة نسميها thyroid acropathy، بنشوف كيف الأظافر بتحس صار فيها زي التشحيطات أوكي، وزي برزت لبرة صار زي المحدبة هون بارزة أكثر. وممكن صار كمان صار عندي onycholysis اللي هو الظفر إنه سهل ينقبع، يعني نشوف كيف هون الظفر بعيد عن الجلد. طيب كيف بعالج الهايبرثايرويديزم؟ يا إما بعمل surgical removal of the gland or portion of the gland، يا إما بشيل الغدة كلياتها أو جزء منها. طبعا بحالة شلت الغدة كلياتها هون بدي أصير أعالج المريض زي كأنه إيش عنده hypothyroidism وأعطيه هرمون الغدة الدرقية. يا إما بعالجه عن طريق إني بعمل radiation عن طريق الإشعاعات عشان أحطم جزء من الغدة أو كلها، أو عن طريق إعطاء أدوية بنحكي لها الأنتيثايرويد دراجز. فممكن زي ما حكينا نعطي الأنتي ثايرويد جراد، يا إما أيودايد من أحد الطرق، أيونيك إنهيبيتورز، العملية راديو أكتيف أيزوتوب أوف أيودين، فكل هاي تستخدم عشان أعالج لتريت الأندرلاين كوز أوف هايبرثايرويديزم. يعني كل هاي الطرق أو الأدوية بستخدمها عشان أعالج السبب الرئيسي للهايبرثايرويديزم، لكن في بعض الأدوية أو مجموعة من الأدوية بستخدمها عشان أعالج السيمتومز أوف هايبرثايرويديزم اللي هن البيتا بلوكر. يعني قبل شوي شفنا الهايبرثايرويديزم من السيمتومز تبعونه انه بصير عند الشخص تاكيكارديا، بصير عنده سويتنج. فهيك طب انا ممكن مريض الهايبرثايرويديزم اعطيه دواء ما بعالج انا السبب الرئيسي للهايبرثايرويديزم، لكن انا بعمل كنترول او بعالج الاعراض تبعت الهايبرثايرويديزم اللي هي البيتا بلوكرز. ونذكر البيتا بلوكرز كانوا بينتهوا بلول زي البروبرانولول ميتوبرولول. في البيتا بلوكرز بينعطوا بحالة الهايبرثايرويديزم to control أو to treat the symptoms فقط، وليس لعلاج السبب الرئيسي أو المسبب للهايبرثايرويديزم. طب شو هم الأنتي ثايرويد دراجز؟ اللي هن الكاربيمازول، ميثيمازول، والبروبيل ثايويوريسين. هذول ثلاث أدوية هن الأنتي ثايرويد دراجز. البروبرانولول حكينا اللي هو بيتا بلوكرز يستخدم عشان بس اعالج السيمتومز تبع الهايبرثايرويديزم زي البالبيتيشن او التاكيكارديا والسويتنج. طب كيف بتشتغل هاي الانتي ثايرويد دراج؟ بيعمل انهيبيشن اوف انكاربوريشن اوف ايودين مولكيولز انتو امينو اسيد تايروسين. احنا قبل شوي شرحنا حتى يتصنع حتى تتصنع اللهم سيدنا محمد الثايرويد هرمون كان لازم التايروسين اعمل له ايوديشن. فاول اشي هاي الادويه بتمنع الانكوربوريشن، بتمنع اندماج اليود مع الامينو اسيد التايروسين. فالداي ايودو تايروسين اللي هو اهم جزء بتصنيع الثايرويد هرمون ما راح يتكون عندي، فبالتالي التي 4 والتي 3 تصنيعهم راح يقل. هلا في قبل شوي حكينا هن الكاربيمازول والميثيمازول والبروبيلثايوريسين، كلهم بيعملن هذا الاشي انهم بيمنع الايوديشن للثايروسين، لكن كمان البروبيلثايوريسين اختصاره بي تي يو بيمنع تحويل التي 4 تو تي 3. تتذكروا بالفسيولوجي كنا نحكي انه تقريبا معظم التي 4 جوا الجسم بيرجع بتحول لتي 3. فالبروبيلثايوريسين بالإضافة إنه بيمنع الأيوديشن للثايروسين هو بيمنع تحويل التي 4 للتي 3. بالحمل ممنوع استخدم هاي الأدوية قدر الإمكان، وهاي الأدوية ممكن تسبب ليفر توكسيسيتي أند بون مارو توكسيسيتي.
هاي الأدوية اللي قال لي تايرويد دراج أحسن إشي أو بستويرات المرة بتحملها إذا أخذتها مع الأكل، لازم يأخذها شخص كل يوم بنفس الوقت، ولازم ما يوقف هاي الدواء بشكل مفاجئ، وما يأخذ ما يأخذ الأكل الغني باليود زي الأكل البحري زي الصويا صوص التوفو التوفي هاي كل والأملاح اللي فيها اليود، كل هاي لازم يتجنبها لأنه وجود اليود فيها رح يساعد على تصنيع التايرويد هرمون بشكل أكبر. وطبعا لازم أراقب الثيرابيوتيك ريسبونس اللي هي إنها تنقص الأعراض أو السيمتومز تبعت الهايبرثايرويديزم، وأعمل مونيتورينج للأدفيرس إفكت. هاي بالنسبة للثايرويد إجلاند. ثاني جزء رح نشرحه من الاندوكراين سيستم اللي هم الأدرينال إجلاند، هذا صغير يعني مش طويل وسهل. الأدرينال إجلاند هي مين بحكي شو هي الأدرينال إجلاند بالعربي؟ الغدة الكظرية. أيوة بالضبط، الغدة الكظرية أو فوق الكليتين نحكي لها، هم سنتين. الغدة اللي بتفرز هرمون الأدرينالين. ما هي صراحة نشوف إنه كيف هي بتنقسم لجزئين، جزء منها بيفرز الأدرينالين بالضبط. طيب الأدرينال جلاند بتنقسم لأدرينال مودلا أن أدرينال كورتكس. الأدرينال مودلا اللي هو اللوب تبع الأدرينال جلاند بيفرز عندي two important hormones اللي هن الكاتيكولامين الإبنفرين أو بنحكي عن الأدرينالين، والنور إبنفرين أو بنحكي عن النور أدرينالين. بالمقابل الأدرينال كورتكس بيفرز عندي هرمون نحكي لهم يعني عائلة كبيرة من الهرمونات بنحكي عنها الكورتيكوستيرويد. فالكورتيكوستيرويد بيتم إفرازه من الأدرينال كورتكس. الكورتيكوستيرويد هذا بنقسمهم لجلوكوكورتيكويدز، وبيمثل هاي المجموعة هرمون الكورتيزول، والمجموعة الثانية بنحكي عنها مينيرالوكورتيكويد، بيمثل هاي المجموعة هرمون اسمه الألدوستيرون. هلا بالنسبة للأدرينال جلاند في عندي تو ديس أوردر. الكاشينج سيندروم هي بكون الشخص عنده أوفر سكريشن أوف أدرينوكورتيكال هرمون، أما الأديسون ديزيز بيكون عندي أندر سكريشن أوف أدرينوكورتيكال هرمونز. فالأدرينال دراجز ممكن تكون سينثيتك أو ناتشورال. أول أدوية اللي هي بتشتغل زي الكورتيزول اللي حكينا نصنفها جلوكوكورتيكويد، هاي الأدوية ممكن تيجي على شكل توبيكال سيستميك إنهيلرز أند نازل. مثال على هاي المجموعة اللي هي الجلوكوكورتيكويد زي البيكلوميثازون، الفلوتيكازون بروبيونات، الكورتيزون، الميثيل بريدنيسيلون والبريدنيسون، هذول كلهم بنصنفهم جلوكوكورتيكويد. أما المينيرالوكورتيكويد مين اللي بتشتغل سيستميك، وبيمثل هاي المجموعة اللي هن الفلودروكورتيزون أسيتات والهايدروكورتيزون. ثالث مجموعة من هاي الأدوية بنحكي عنهم أدرينال ستيرويد إنهيبيتورز، يعني أدوية بتعاكس أو بتضبط شغل الأدرينال هرمونز، دواء بيمثلها الاسم الأمينو إجلوتيثاميد. طب فإذا الجلوكوكورتيكويد حكينا قبل شوي يعني عنهم مثل الفلوتيكازون والبيكلوميثازون، متى بينعطوا؟ بينعطوا في حالة كان عندي أدرينوكورتيكال ديفيشنسي زي اللي حكينا اللي هو الكاشينج سيندروم، أو لا آسف اللي هو الأديسون ديزيز. كمان في حالة عندي ديرماتولوجيكال ديزيز مشاكل بالجلدية، بحالة شخص في عنده exacerbation of chronic respiratory illness، يعني لما نشوف لما نحكي عن مرضى الأزمة مرضى الربو COPD تضيق القصبات اللي صار عندهم exacerbation ونساء وضعهم بشكل كبير، من الأدوية بنعطيها systemic mainly اللي هم الجلوكوكورتيكويد، وكمان بنعطوا بحالة الأورجان transplantation بحالة زراعة الأعضاء لأنه الجلوكوكورتيكويد بتثبط من جهاز المناعة. طبعا الجلوكوكورتيكويد الانديكيشن واستخداماتها كثير كبيره ووسيعه، يعني بنشوف انها لها علاقه بالاورجان ترانسبلانتيشن، انها بتقلل من المناعه فالجسم ما بيرفض العضو، لها علاقه بالريسبيراتوري سيستم بالاشياء الجلديه،
طب هاي الجلوكوكورتيكويدز كيف بتنعطى؟ في منهم بينعطوا انهيليشن عن طريق بخاخات، ورح نشوف لما نحكي عن الأزمة شو مثال عليهم بينعطوا على شكل بخاخات. في كمان منهم بينعطوا نازلي بالأنف، زي الناس يكون عندهم سيلان بالأنف اللي هي راينايتس، وكمان ممكن نعطيهم بالأنف حتى أمنع الريكرنس أوف بوليبس أفتر سيرجيكال ريموفل. هلأ في ناس بيطلع لهم بوليبس، بوليبس زي زوائد جوا الأنف، فبيعملوا لهم عمليات وبشيلوا لهم إياهم عشان أمنع إنه ترجع هاي البوليبس تتكون، بعطيهم كورتيكوستيرويد نازلي بالأنف. في منهم كمان بنعطوا توبكلي زي إذا كان في عندي إنفليميشن بالعين أو بالإير أو بالسكن، وفي منهم على شكل أورال فورم وركتال فورم وعلى شكل إنجكشن. عادة الأشكال الصيدلانية اللي بتنعطى أورال بحكي للمريض يأخذها مع الأكل أو الحليب عشان أقل من الجي آي أبسيد، وإذا بدي أعطي الدواء نازل بالأنف لازم أنظف الأنف قبل ما أعطي الدواء نازلي. الادفيرز افكت تبع الجلوكوكورتيكويز، لكن هاي الادفيرز افكت عادة بتصير عند الاستخدام لفترات طويلة ومع جرعات عالية. ممكن باخذ الجلوكوكورتيكويز لفترات طويلة يصير عندهم bone thinning and osteoporosis. عشان هيك اذا في عندي مريض بدي اعطيه الجلوكوكورتيكويز لفترات طويلة بجرعات عالية، شو بعطيه بنفس الوقت؟ عشان أتجنب حدوث البون ثينينج. شباب صباحي. سؤال. مين معي أول؟ لؤي. لؤي الكوز صح؟ مزبوط. إنه منحكي استخدام الجلوكوكورتيكويز لفترات طويلة ممكن يسبب بون ثينينج and osteoporosis. طب إذا عندي مريض أنا عارف إني بدي أعطيه جلوكوكورتيكويز لفترة طويلة أكثر من 3 شهور، عشو بمشيه حتى أمنع إنه يصير في عنده bone thinning؟ سهل. مش عارف صراحة. شو من الفيتامينات اللي لها علاقة بالعظام؟ فيتامين كالسيوم، فيتامين دال بنعطيه، فيتامين دال وكالسيوم صحيح. كالسيوم هو فيتامين لا الكالسيوم لا ايونز فيتامين. فيتامين دال بنعطيه وبنعطيه كالسيوم، وفي بعض المرضى بنمشيه مع ماده اسمها البيسفوسفونات لفتره طويله. كمان الناس اللي بتاخذ الجلوكوكورتيكويد لفتره طويله ممكن يصير عندهم muscles weakness، ممكن يتاثر عندهم الكربوهيدرات ميتابوليزم، يزيد عندهم الجلوكوز بالدم، ممكن يصير عندي growth retardation عند الأطفال، يصير عندي skin thinning، diabetes، edema and gastric ulceration. ممنوع أعطي الجلوكوكورتيكويز بحالة الدرج أليرجي، وإذا كان الشخص عنده serious infection زي septicemia أو عنده systemic fungal infection، يعني عنده فطريات systemic مثلا، يعني عنده مثلا fungal infection بأي عضو جوا الجسم، أو عنده الفيروسيلا اللي هي الحصبة، ممنوع بهاي الحالات أعطي الجلوكوكورتيكويد. وكمان لازم أكون حذرة باستخدام الجلوكوكورتيكويد على الناس اللي عندهم جاسترايتس، عندهم ريفلكس ديزيز، وعندهم ألسر ديزيز، والمرضى السكري، لأنه أصلاً الجلوكوكورتيكويد بيرفع من تركيز السكر بالدم، وبحالة في عندي ديسفانكشن بالقلب أو بالكلية أو بالكلى. ممكن الجلوكوكورتيكويز تخترق البلاسينتا وتدخل على الفيتل، على الفيتس اسف، وتعمل عندي فيتال ابنورماليتيز، وكمان ممكن يطلع عين بالبريست ميلك. عشان هيك بنحكي للنيرسينج وومن انهم ما ياخذوا. ممنوع اوقف الجلوكوكورتيكويز بشكل مفاجئ، لانه لما بعطي هذا الدواء الجلوكوكورتيكويز راح يسبب يقلل الاسفه من الاندوجينس برودكشن اوف هرمونز. يعني انا لما بعطي الجلوكوكورتيكويز لفتره طويله الهرمون اللي اصلا بينتج من جوا الجسم من الغده الكظريه راح يوقف. فانا لما بوقف كمان الدواء بشكل مفاجئ ممكن الشخص يصير عنده شيء بنسميه هايبو ادرينال كرايسيس،
يعني بيصير عنده خلاص جسمه بطل فيه كل الثايرويد هرمون بيبطل عنده الأدرينال هرمون أو الجلوكوكورتيكويد. عشان هيك لما بدي أوقف الجلوكوكورتيكويد لازم أعمل تابرينج. تابرينج يعني أقل الجرعة بشكل تدريجي. فهذا اللي بيصير. أنا الوضع الطبيعي عندي هاي الكليتين وهون عندي هاي الغدة الكظرية. لما بعطي الأدرينال لما بعطي الكورتيكوستيرويد ثيرابي أو الجلوكوكورتيكويد بنشوف الغدة الكظرية صار لها ضمور قلت. فلما أنا بعطي الجلوكوكورتيكويد الغدة الكظرية راح توقف عن إفراز الهرمون تبعها. فلما باجي أنا برجع بوقف الجلوكوكورتيكويد بشكل مفاجئ بعمل سدن ديسكونتينيويشن، أنا بهاي الحالة الجسم منعت عنه كل الأدرينال، منعت عنه كل الجلوكوكورتيكويد، فالشخص بصير عنده هايبوتنشن، بصير عنده أدرينال إنسفيشنسي أند رينال فيلر ونيوزيا وفوميتنج. فلما باجي أوقف الجلوكوكورتيكويد بس لحظة شوي، لما باجي أوقف الجلوكوكورتيكويد لازم أعمل جراديوال ديسكونتينيويشن، يعني لازم أقلل الجرعة بشكل تدريجي حتى أعطي فرصة للغدة الكظرية إنها ترجع تكبر وترجع تفرز للجسم الهرمون تبعها. نعم تمام دكتور. هسه احنا كيف انا بدي ارجع العمل الطبيعي للادرينال جلاند؟ او كمان سؤال ثاني، انه شو اللي خلاها اصلا يصير عندها خلل؟ لانها صارت تعتمد على اللي بينفوت عليها من الجسم. يعني مثلا انا مريض دخل بازمه عنده مرض ربو اوكي، وصار عنده سيفير كثير حاد، او دخل بنسميها باكيوت ازمه وفوته على المستشفى. لما بفوته على المستشفى بعطيه الكورتيكوستيرويد مثلا لفتره طويله، أنا بعطيه عشان يتحسن عنده التنفس. لما أنا قاعد بعطيه بصير الجسم بيقولك طب أنا بالجسم قاعد من برا قاعد بفوتني جلوكوكورتيكويد، خلص فيش داعي لمين؟ للغدة الكظرية، فبصير حجمها يقل فبتفضل تفرز الجلوكوكورتيكويد. لما أنا برجع بوقف عن هالدواء، طب أنا هيك أصلا الغدة صار لها ضمور ووقفت عن هالدواء اللي بعطيها إياه، فبتصير في مشكلة بالجسم. عشان هيك بيحكون لما باجي بوقفه لازم أوقفه بشكل تدريجي حتى الغدة اللي صار لها ضمور ترجع تنمو وترجع تشتغل بالوضع الطبيعي. يعني أنا وقفت عملها عشان أعالج سيبتومز ظهر عندي، عشان أرجع عملها بدي أقلل الجرعة تدريجي. تمام فهمت. بس أنا ما بكون يعني الهدف مش من إعطاء الدواء أوقف شغلها، لأنه المريض بكون بهاي الحالة محتاج لتركيز عالي من الدواء. فهمت علي؟ وصلت. طبعا كيف بنقلل الجرعة؟ مثلا بيكون ماشيين المريض على 10 حبات، مثلا كل حبة جرعتها 5 جرام، بيكون ماشيينه على 10 حبات 5 الصبح و5 المساء. كيف بقلل الجرعة؟ بصيروا يحكوا له مثلا من بعد أسبوع أو مثلا من بعد أسبوعين بتصير مثلا الصبح كنت تأخذ 5 حبات تصير تأخذ 4 وبتظلك بالمساء بتأخذ 5. اليوم اللي وراء بتقلل من المساء حبة، اليوم اللي وراء بتقلل من الصبح حبة، فهذا نسميه gradual discontinuation. منصير نقلل الجرعة بشكل تدريجي. إذا كان بأخذ حبوب منصير نقلل حبة من يا الصباحية يا المسائية. أوكي؟ طيب احنا ما رح نحكي عن الميرالوكورتيكويد هرمون، رح نحكي اخر اشي عن الانتي ادرينال هرمون اللي هن الادرينال ستيرويد انهيبيتر، يعني هن مثبطات الهرمونات اللي بتنفرز من الادرينال جلاند، وحكينا مثال عليها اللي هو الامينوغلوتيثاميد. بينعطب حالة الكاشينج سيندروم، اللي حكينا الكاشينج سيندروم بيكون عندي اوفر سكريشن اوف ادرينال هرمون. اذا كان في عندي الفيميل ميتاستاتيك بريست كانسر، اذا كان في عندي سرطان ثدي ميتاستاتيك يعني قاعد بينتشر، او اذا كان في عندي ادرينال كانسر. النيرسينج امبليكيشن، بحالة اعطاء كل هاي الادوية لازم اعمل اسسمنت للإدمة والالكترولايت امبالانس، لازم اشوف شو الكونترا انديكيشن لهاي الادوية خاصة البيبتيك ألستر. وحكينا عشان انا هاي الادوية خاصة الادرينال دراج اللي هنا الجلوكوكورتيكويد بيعملن جاستريك ألستر، فلازم المريض ياخذها مع الاكل او مع الحليب، وناخذ الادوية بنفس الوقت كل يوم الصبح مع الاكل، وممنوع ياخذ هاي الادويه مع الكحول او مع الاسبرين او مع مجموعه من الادويه اللي هن نن ستيرويد الانتي انفلاماتوري ادرج. ويعطيكم العافيه. يوم الاحد المحاضره راح تكون تكمله للاندوكراين سيستم اللي هي راح نحكي عن الديابيتس اللي تسليلها علاقه بالبنكرياس. برجع باكد لكم بخصوص الواجب،
اللي ما كان موجود ببداية المحاضرة. رح ننزلكم واجب، هذا الواجب له علاقة بالكواجوليشن موديفاير الدرج بالشابتر اللي نزلت لكم إياه الأحد. بتقرأوا الشابتر اللي بمجرد ما تفوتوا على الواجب ممنوع تطلعوا منه، إذا طلعتوا منه خلص تقدروا ترجعوا تحلوه، يعني نظامه زي الكويز. رح يكون عندكم 10 أسئلة، كل سؤال بنص علامة، كل الأجوبة رح تكون مباشرة من شابتر الكواجوليشن موديفاير الدرج. مجرد ما تدخل ممكن يكون معك من ساعة لساعة ونص إنك تحله فقط، أوكي؟ طبعاً آخر موعد للتسليم 30/4، بعد هيك الواجب ما رح نرجع نفتحه لأي طالب. دكتور الواجب وين بنلاقي امبارح؟ كيف ما لقيناه؟ 30/4. نعم؟ كانت دكتورة فاطمة بالأول لما نزلته حطيته إنه 4/5 أو 5/5. طيب شو بيختلف إذا كان 4/5 أو 30/4؟ أنا إنه بحكي عن مدة الواجب بس يعني. لا إنه غيرنا لأنه من نلحق نصلح لكم، من نلحق نقول لكم العلامات. وكيف حكينا خلص بعدين 30/4 كافي، يعني معكم 10 أيام. ما بده إشي، يعني أنت مجرد ما تمسك الواجب جنبك، أوكي، أو تشابتر تدرسيه بتجاوبيه، يعني ما بده هالإشي. نزل على الموديل هو دكتورة. لا هلا ما نزلنا، لانه صراحه نزلناه وفي طلاب فاتوا وبعدين طلعوا من الماء والواجب وراح عليهم، فاحنا بعدين خفينا حكينا نوضح لكم بالمحاضره كيف عمليه حله بعدين مشان تحلوه، اوكي؟ هذا كان الهدف، لانه في طلاب صارت عندهم مشكله فاتوا بطلوا بعدين وطلعوا منه، فلما طلعوا زي خلص نحسب لهم زي كانهم فاتوا ونحط لهم صفر، اوكي؟ فأنا بس من خفينا من باب نوضح لكم كيف أول إشي الواجب، إنه أنتوا بتفوتوا بتكونوا دارسين تشابتر أو جنبكم أو إلى آخره، وبمجرد ما تفوتوا رح يكون معكم فقط، ما بصراحة ممكن حل الوقت حاليا ساعة، ممكن زيدوا لساعتين، بس بيكون معكم من ساعة لساعة ونص إنكم تحلوه. مجرد ما فتوا بتكون تحلوه كامل، لا تطلعوا قبل ما تخلصوا، واضح؟ تمام دكتور، الله يعطيك العافية. يعني أنا بتمنى إن كلكم تأخذوا الخمس علامات، لأنه جد كثير سهل، يعني اللي ما بأخذهم حرام، واضح؟ عشان تعدلوا علامتكم اللي بالمد. دكتورة طب ما في زيادة علامات؟ ما احنا حكينا لكم زدنا لكم 3 علامات، يعني زدت للكل. آه نزل لكم على البوابة 8 علامات، يعني مزودت لكم العلامة مزود لها 3 علامات. دكتورة بس 3؟ في حدا بيزيد أكثر من علامتين؟ دكتور لحد 5 عشان صحوة رمضان. لا بس 3 علامات. في حدا عنده أي سؤال؟ تكلاف الله يعافيكم. خلاص نطلع؟ آه خلاص، يعطيكم العافية. ماشي يا بسم الله.